جنب الجدار، قامت وحدة في ثاني مدري ثالث ثانوي وقفتها كذا، حبستها على الجدار، طالعت فيها فوق تحت راحت. طيب قامت صاحبتي لفت عليها قالت خير؟ قالت انتي خير، ترى درجي ما كنا عند الدرج. فيكم قاعد خشمر طارق راح نقعد نجتمع مع بعض وعلى هالمبدا وهالاساس نشوف شنو هذه الاخبار اخبار زينه الحمد لله على هالمبدا وهالاساس شنو ممكن يكون عمل دراما هو لازم يكون عمل كوميدي ولازم ندش دشه جميله ولازم ندش دشه قويه انا وطارق بالنسبه لحل هذا السؤال يقول السؤال اوجد قياس الزاويه واحد في هذا الشكل لاحظ أن الزاوية واحد هي زاوية خارجية في هذا المثلث تقول المسلمة أن قياس الزاوية الخارجية في أي مثلث خاف ربها وين بتروح من عقاب اللي عينه ما تنام قول وراي يعني طقها الفقر وحكها اليوع واشوفها محتاجة تمشي وتطر من خلق الله وتأكل من فضلة الشوارع يا الله يا ربي يا حبيبي يعني اشوفها في يوم نازلة من الدري التعرشب والتكرفس من فوق الدري لين الصالة ما تبقى فيها ولا عظمة صاحية يا ربي يا حبيبي يا ربي تعطيني مرادي يعني اشوفها في يوم مسوي عملية تجميل عند هذاك الدكتور النذل اللي حسر فيها ويسوي فيها ضيم الظلام ويتفخ لها ويها ويلعب فيها لعب يا تعالي بقولك ليكون حبالك اني بسكتلك وعلى كلامك السخيف هذا ما سمعتني اسمع صوت غريب انا ما اشوفك عشان اسوي لك شيء اصلا ومنو قال لك انك تهميني اساسا شوفي وجهك طويل كانه لمبه حوش لمبه حوش تبيها كلام انت وجهك الدائري ذا وجهك دائري واخضر كانه علامه الواتساب يا الغبي لا أصفك كف أزرع لك شعر يا الحمار توا ذهنك الصغار ذي وجهك طويل كأنه لمبة حوش لمبة حوش تبيها كلام انت وجهك الدائري ذا وجهك دائري وأخضر كأنه علامة الواتساب يا الغبي لا أصفك كف أزرع لك شعر يا الحمار توا ذهنك الصغار ذي الخليجية والعربية في المبنى باي في المغرب العربي تفال تفال وقطيع عشنو ما عليها ما عليها الراديتر الراديتر شوي أعيد سيبا شو وصل؟ بشغلان مثل هذه؟ الله تجد خير برها لازم أدوك كتكون تذكرون حلوه 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 طبعا هني اضبطه تعالي هني ما اعرف اضبطه افتح يا علي ماشي علي انا عسماويه فلازم كذي ไม่กินเผ็ดวิธีง่ายๆไม่ซับซ้อนสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดนะเอ๊ะชิกุดชิกุดشي يا ما عنك اصبرت
ألف طعنة تحملت من أكاني ما شفت بس الأحزان. فك وفك فك 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 الثاني فكت اسبوعين فك الاسبوع كذاب فك اسبوعين فكت اسبوعين انا شوف اسبوعين فك فك اسبوعين فكت اسبوعين فكت ثلاث يا خرابي على الموبايل والبدي يا Am I tweaking?